اللي جاي يا هشام؟ والله اللي جاي كل خير ان شاء الله. اللي جاي ان شاء الله عندي مشهد مستنيه مهم جدا في يعني باذن الله في فيلم مهم جدا مع نجوم مهمين جدا، فيلم الملحد. طبعا واحد تاني خالص طبعا مستحيل تعرفيني اصلا يعني بتهيألي الناس مش يعني فاهمه، فده بيبسطني برضه ان الناس مش هتعرفني. انا بحب يعني انا مش جاي عشان الناس تعرفني، انا جاي عشان خاطر اقدم الشخصيه. انا جاي اعمل حاجه تبسطني. عندي شغال على شورت موفي استاذ احمد دسوقي ان شاء الله هينتجه، وعندي يوسف الطايع. يوسف الطايع دي او بي ومخرج جميل جدا وصديقي وفنان عظيم. وايه تاني بيحصل اليومين دول؟ عندي بروجرام بتاع اولاد صغيرين، كاستنج فور كيدز اوديشنز بالهندي وبالصعيدي وبالبتاع كده، وقصه كده عندي ظريفه جدا لسه بخلص البرزنتيشن بتاعتها، هشوف لسه هنزلها ديجيتال ولا حد هياخدها، بس دي هتبقى قنبله، دي هيبقى فيها ضحك هيستيري. دي بقى الدم الخفيف دي رهيبه. دي مش عارفه ليه حاسه ان انا هشوف يعني هتتعرفوا اكتر على هشام بجد. يعني حاسه انت هتبقى منطلق وبتتحرك، اصل انت الولاد هم كمان صح. عشان بيطلعوا اللي جوه البني ادم فاهم، فانت هتبقى بتتحرك وبتروح وبتيجي معاهم. لا يعني هيبقى منافس قوي، ده هيعدي بيت شكله كده شكله عايز يعدي.